زعلت؟ بسم الله. زعلت ما احوجتوني. زعلت ولا ضيعت ما نبدا من اليمين. امين كذا سؤالك. نجح الفقر الرجاء. يلا يا السمي. نواف منصور. ارحب. دقيقة. نواف بكر فكر فكر زايد قاعد يفكر. هل انت من يشجع نفسك ان صوتك زين ولا تشتهر شخص يعني ما تحس من صوتك زين؟ اقول كذا لا اللي حولك كلهم يعني يشجعوك قال صوتك زين من هو بالضبط غير روح سلم عليهم سلم عليهم. شوف بعلمك اللي حولي شجعوني قال لي تشجع صوتك زين. متى تاكدت؟ بعد ما حبيت بداية لا بدايه انستغرام وبدايه البرامج انزل مقطع يجوني ناس ما يعرفوني ولا اعرفهم 30 تعليق 40 تعليق دريت ان انا صوتي زين. طيب انا احب اشكرهم ذولا لان ان شاء الله بيني وبينك عمل غزلي بعد بعد باذن الله. الله يا ابو محمد طلعنا صوتك يا نواف منصور. ليش شخصيتك مو واضحه؟ ها؟ وش اللي مو واضح؟ والله شلت تروع ذا شخصيتك. انا اقول جميع اتفق على السؤال ده. شخصيتك ما هي واضحه لنا. شوف 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 يعني بعض الشباب تلقاك تعرف بعض اموره. نواف منصور انسان اجتماعي لكن انسان لحدود في غموض. شوف فيه بعض الشباب ولا بعض الناس شخصياتهم يحب يخلي نفسه كتاب مفتوح. يعلم فلان يعلم فلان يعلم فلان. انا رفيقي زايد بن محمد احبه واعزه واغليه. رفيقي ريان خالد ابو مناحي خالد بيني وبينه رفقه بس انا في حدود. انا حياتي شخصيه انا كنواف بعلمك عني اللي انت بيه لكن في حدود عشان كذا يمكن انت تشوف فيه شوي غموض هنا. الله يسعدك على هذا الغموض الفنان حبيبي. ابو منصور روح يا ابو عبيد اسمعني. هل فيه مقدم انت ما تحبه او تكره او ما تبلعه مقدم في البرنامج سواء من دخلنا سكريبت واحد الى يوم كذا؟ شوف يعني شخصيته ما جازت لك؟ اي لا لا شوف اذا شخصيته ما جازت لي مو بكره عادي هذا رايي في شخصيته. لكن اني اكره شخص ماني بكاره شخص الا في موقف. هل كرهت؟ طيب لا خليك صريح. احنا قاعد افكر اتذكر انا اتذكر اكرهه ماجد. اتوقع لو اطري له او المح له بموضوع يوافقني اني اكرهه قبل الايقاف. ايه بس اسكت بدون ذكر اسمه. لا تقول تهاجم. انا معه كلنا النسخه اتفقت انه اكره مقدم. ايه صح هو بس اذا فيه ولا اللي موجودين عندنا والله فيهم خير وبركه. كل شخص فيه سلبي فيه الايجابي. طيب باقي موجود لا راح لانه لو انه موجود ترى ما نجح. اي أيوة والله ولا راح ننجح. راح بغثاه بكل شيء. ايه الله يستر عليه. الله يكشف. الله اي والله الله يكشف. لا لا الله يكشف حنكشف خلاص احنا ننجح ان شاء الله. نواف بن منصور ارحب. نواف ليش شخصيتك هاديه بدايه البرنامج هاديه يوم وصلنا الى انتهاء النسخه بدات تظهر شخصيه نواف كذا على قولتهم فاته القطار خلاص عادي. انا اخر الايام الرتم عندي متصاعد. شوف اول شيء اول ما دخلنا البرنامج انا رجال ما اتابع البرامج الواقعيه. الرياليتي هذا ما اعرف وش الرياليتي. انا داخل منشد اللي قدامي الحياه اللي قدامي ترى ما ادري وش اللي بنعيشه داخل وش اللي بيصير. فكنت قاعد استكشف اول شيء البرنامج استكشف اخوياي وش اللي يحبه زايد وش اللي ما يحبه وش اللي يبغضه وش اللي ما يبغضه عرفت. فيمكن اقول لك مرحله استكشاف بس اني انا على كل حال انا راضي عن نفسي تمام رضا الحمد لله. كفو عندي سؤال صعب. سلام الحين نواف قبل توقف لمده 50 يوم جالس ينشد عقبه وش سوى؟ صار يعطي رياليتي صار يلعب معنا ويستانس قبل ما كان يلعب. هل انت تشوف ان بس تنشد ما تنجح لازم تسوي رياليتي معها وتنجح؟ هل ديت البرامج الواقعيه كلها رياليتي؟ هذه اليه برنامج الواقع اليه بعطيك دقيقه اليه برنامج الواقع على الرياليتي رقم واحد بعدين الموهبه بعدين القبول او يمكن القبول رقم واحد. القبول من الله في فقره
فبعد بعد بعد الخمسين يوم ولا بعد ستين يوم استوعبت اني لازم اني اتحرك. تحركت وان شاء الله اني الايقاف كان خير لنا في اللي استغلها، اما بالنسبه لي انا مو خير. الايقاف بين لنا اشياء واجد في اللي يبيه الجمهور واللي ما يبيه. كيف الناس اللي يجرحون المشاعر منهم؟ رحت بعلمهم اني طلع مع خالد عبيد، قالوا انك طلع مع العليان والمديفير. خالد عبيد وكلكم متسابقين في سكريبت، ابغى اغسل ملابسي وبحلق وبات. متى فكره خالد عبيد شوي؟ اطلع ما حلقت، اطلع فكره شو اسمها؟ مهن. عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ ايفون مصروع ابو مناح سؤال لو كان من كان ايفون عندك سؤال نوف مصروع؟ اي عندي سؤال نوف مصروع. اسلم ابو مناحي ولا ايفون؟ ايفون. لا عندك، عندك عقبانه عندك. ما في شيء. ايفون نواف منصور. هل ترى انك المنشد الاول في هذه النسخه؟ بكل صراحه وامانه. ثقتك في نفسك. ثقتك في نفسك اول ما دخلت البرنامج؟ نعم انا المنشد الاول في النسخه، بس الرجل هذا تعداني. كفو والله اني اقولها بصراحه بدون قصور في سلطان اسمك. بتسى بتسى يا رجل بتسى. بكى. يقول بتسى. حبيبي يا ابو عبيد. تستاهل يا ابو عبيد. ايفون. لازم لازم جبرها نفسي. بكيت حبيبي. خلاص راح راح. بدون قصور في سلطان اسمي، لكن اسمع يا ابو سويد، سلطان اسمي يعتبر ترى غير مجال الشيرات، ترى فنان. سلطان اسمي فنان. صوته غنائي يعني؟ غنائي صوته. هو يقولها بنفسه. شكرا. بس في الشيرات انا اول ما دخلت يمكن 40 يوم تراني متسلطن، كنت ماخذ راحتي. هذا ما معك احد 40 يوم دخلت عبيد سلطان كان نفسك سلطان. الرجال ما كان يدري انه منشد. ما كان يدري انه منشد. الرجال كان اول 40 يوم يمكن ما شل شلتين. يعني انت عز ما تشوف؟ لا لا عز. عز صوته حلو، عز صوته حلو، بس انا اشوف انا اول ايام. وش مصنف عز في مجالكم؟ غنائي ولا منشد؟ لا لا منشد، منشد. لكن شوف نبرة عز اللي بيسمعها نبرته حلوة، حلوة للمستمع، لكن اداء الرجال يبي له تدريب، ولو تدرب وتعب على نفسه بيصير منشد قوي. لانه ما اخذ نفس عميق. هذا كلامه من نفسه اساسا. انا قد قلت اصلا هذا الكلام ووافقني الراي. تدري اني ما اعرف في مجالكم ذا حاجة. لا في شيء. انا انطر. تدري من اللي تدري من اللي دارس؟ تدري سلطان اسمي عام 2015 دارس 6 شهور في المجال هذا